السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام مرحبا بكم، كنرحبوا بكم ان شاء الله في هذا لاطارت اللي غادي نصوبوا ديال عيد الميلاد. ان شاء الله يمكن لكم تصوبوا لوليداتكم بهذه الطريقة ان شاء الله، والتزيين ديروا فيه داك الشيء اللي عجبكم ان شاء الله. مرحبا، غادي خصونا ليمون، هما ثلاثة ليمون درنا هنا، ثلاثة مول، غادي تكون ثلاثة طبقات بحال هكا، ثلاثة طبقات غادي تجي زوينة. غادي نديروها واحد الكعيط بحال هذا، كنغلفوه بالبلاستيك باش ملي تكرم هاد لاطارت وتنحيدو البلاستيك ونحطوها مباشرة في الطبسيل ديالنا. هما هادو هنا عندنا واحد 300 غرام ديال الفريز قطعناه مرصوات صغار مرصوات صغار. عندنا هنا 8 البيضات 8 ديال البيضات، وعندنا فورس تقريبا 320 غرام ديال داسميتو و 8 غرام ديال الخميرة. عندنا الماء ايضا 160 غرام ديال الماء، وعندنا السنيدة عندنا 150 غرام 160 غرام. اللي بغاها حلوة يقدر يوصل حتى 180 غرام، ما كاين حتى مشكل. اللي ما بغاهاش حلوة بزاف يخليها في هاد العبار اللي درنا، عندنا واحد البانسو ديال الملحة باش نطلعو الكو ديالنا ان شاء الله. وعندنا السيرو، السيرو عبارة عن تقريبا واحد 150 غرام ديال الماء، وديروا واحد 80 غرام ديال السكر باش يعطيكم كمية قليلة باش تصوبوا هاد لاطار ديالكم. والسيرو كيكون من النوع الخفيف، ها انتم كتشوفوا السيرو ملي كديروا ليه بحال هكا وكتسمعوا الصوت ديالو، سيبو دير النوع الخفيف باذن الله على بركة الله. نمشيو مباشرة باش نصوبوا البسكوي ديالنا، نديروا البيض ونديروا السنيدة، نديروا الملحة ديالنا ونطلعوا هاد البيض ديالنا، نطلعوا البيض مع السنيدة خصهم يطلعوا مزيان باش نحصلوا على نتائج زوينين. هنا في الماء، هذا الماء هو السبب باش يجينا البسكوي ديالنا يطيب مزيان. كنزيدو الماء، ها هو هادي ملي كيطلع البسكوي ديالنا كنمشيو عليه، يعني كيتضوب الفوليم ديالو. ها هو غادي ناخدو الفرص مع الخميرة، كنديروهم شوية بشوية، نقسمو على ثلاثة مرات ونخلطو من التحت الفوق إن شاء الله. هانتوما شتو، ونزيدو دوزيام كوش، ويبقى لينا واحد الكوش مازال أخر باش نضيفوه إن شاء الله. دائما من التحت الفوق من فضلكم، ونكملو الفرص ديالنا. ها هو هانتوما هنا خصنا ديليكاتمون، مكيناش غادي ندورو بديك الطريقة باش خلصنا في اللول، باش ما يبقاش لينا الفرص، خص الفرص من التحت يطلع لينا الفرص يفك كلشي. ها هو غادي نجيب واحد الفويي واحد باليت باش نشوف نتأكد من الفرص واش طلع هادي الفوق. ها هي الباليت، هي هادي، هادي باش كنتاكدوا ان كلشي ديالنا مزيان. هو هذاك زوين تبارك الله. غادي نجيبو الطاوة ديالنا نديرو نصف الكمية هاد الطاوة ونصف الكمية في الطاوة الثانية، وندخلو مباشرة للفران ان شاء الله. فران سخنا من قبل، ياك خصنا دائما نسخنوه من قبل من فضلكم. شحال درجة الحرارة الشاب؟ درجة الحرارة 180 درجة. غادي تجينا الطاوة عامرة باش نخرج منها يعني اللي يكفيني بحال هكا. غادي ندخلو الفران، ها هو هذا اللي بقى ليا نخويه في طاوة أخرى ونسرحو أيضا باش نخرج منو الكاف هادوك تروا زيطاج اللي كفيوني البسكوي اللي كفينا ليهم إن شاء الله. لو كنا درنا غير طاوة وحدة غادي خصنا في العبار هنا على حساب، إلا غتصوب غير ديسك واحد ديرو غير نص ديال الوصفة، يعني ربعة البيضات ديرو كلشي داك العدد اللي درنا حنا نهائيا. هنا ان شاء الله غادي نطلعوا الكريمه ديالنا، الكريمه ديالنا غادي نديروا تقريبا واحد نص سيترو ديال الكريمه، نص سيترو اللي تعمر لينا هذاك المستوى ديال، ها هو نص سيترو، نصف الباكيه
ممكن وراها هنا ملي طلعنا الكريمه غادي نزيدوا لها كريمه الماسكاربون او الجبنه ديال الماسكاربون باش تعطيها واحد القوام زوين وتعطيها واحد لا تيكستير رائع رائع، لان هذه الكريمه ديالنا حلوه، هذه ما حلوهاش، يعني غادي تنقص ديك الحلاوه ديال الكريم وتعطينا واحد لا تيكستير ثقيل شويه وزوين. هذا ونتاكدوا ان الجبنه ديالنا تخلطت معها مزيان، ها هي. غادي ناخذوا السيركل ديالنا، هذا السيركل الاول، ونحطوا يعني السيركل ونديروا البسكويت داخل هكا. هذا بجينواز بيض، نقدروا نديروا باللوز، نقدروا نديروا باي حاجه بغيناها. وهذا هنا كنديروا السيرو، نديروا عندي كميه السيرو ماشي كثيره بزاف، ما تسقيوش بزاف باش ما يسقش لكم، غير تسقيوه شويه يشرب شويه السيرو وحيدوه بحال هكا. ناخذوا الثانيه ديالنا هي هذه، ناخذوا الجينواز ديالنا ها هو، ونديروا في الوسط ايضا نفس الطريقه. هذا بالكريمه اللي هي بالجبنه كتجي رائعه، يعني هذه الكريمه مخلطين جوج انواع ديال الكريمات باش غتصوب هذه الحلوه ديالنا بشكل. هنا غادي ناخذوا الاخيره ها هي ديالنا، ونديروا لها ان شاء الله السيرو. الكريمه ديالنا ها هي اللي غادي تكون عندنا في الطبقه الاولى، وناخذوا كيمياء ديال الفريز، نقدروا نديروه كامل ونديروا كلشي الكريم ديال الطبقات، ثلاثة طبقات، نصوبوا الكريم ديالو في طرة وحدة، هاهو، ونزيدوه إن شاء الله الكريم، هاكا، لاكريم كل واحد شحال يدير شحال ما بغا ياكل، على حساب داكشي اللي درتو، على حساب الكريم ما عندنا فيه، على حساب لي بياس اللي درتو، واش درتو بياسه وحده، ومن الاحسن تخلطوه مع الفريز ديالكم بحال هكا باش حتى داك الفريز كيطلق فيه المذاق وكيجي بنين وزوين. ما غاديش نديرو لاروم ديال الفريز، كاين اللي غادي يقدر يدير شويه ديال لاروم ديال الفريز، حنا بغيناه طبيعي ناتوريل زائد الفريز باش يعطينا واحد النتيجه زوينه ان شاء الله. الكريمه ديالنا ها هي، جوج نديرو جوج كوشات، فوالا. غادي نجيبو البسكويت ديالنا هو هذا، دوزيام كوش ان شاء الله ديال البسكويت، هنا نقطعو البسكويت، دوزيام بسكويت ديالنا ها هو، ونحطو فوق لاترومي ديالنا هاكا، فوالا، ونديرو ليه السيرو. يعني بريمير ليطاج دروك هو كمل، كيخصو غير داك الغلاف اللي غادي نديرو ليه الفوق، مي تيتكون جلا ويبرد، هاهو. نكملو الغلاف الثاني ان شاء الله، وهذا درنا ليه السيرو، خصنا ندير واحد شويه ديال لاروم ديال الفرومبواز، فهمت، هادي غادي نديروها في الكوش الثاني ان شاء الله. ديال الفريز هذا في الكوش الثاني ديالنا ان شاء الله، غادي نديرو هاد الطبقة، هانتوما شتوها ان شاء الله، ندوزي لها واحد الطبقة ديال السيرو، نديرو شوية ديال السيرو، الطبقات اللي باقيين، يعني عندنا ثلاثة طبقات ان شاء الله، ها هادو الطبقات ديالنا كملو، غادي ندوزو لهم واحد الكريمة من الفوق ان شاء الله بيضاء سامبل باش نديروا لهم واحد لاصوص اللي غادي نخوي عليهم باش يجيو زوينين باذن الله.
هنا ان شاء الله كنديروا الكريمه ديالنا اللي غتكون هي الطبقه الاخيره قبل ما نديروا الكلاصاج. فوق ندير فيهم الكلاصاج ملي تكرمها تكرم هذه الكريمه عاد نكلاصيوها ان شاء الله. هذه كريم فريش شفتوا الطلعه ديالها راه ما طلعناهاش بزاف باش تجينا مقاده مزيان على هاد البلاصه. نوركوا عليها ندخلوها بحال هكا عاد ندوزو ليها باش كلشي يجي مقاد كلشي خصو يجي ميت 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 نيشان. نديرولهم الفروع ان شاء الله حتى يقصحو مزيان عاد نديرولهم واحد الكوش ديال لا فينيسيون الاخيره ان شاء الله عاد نزوقوهم باذن الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي. شتي داك النهار ملي صوبنا هادي درناها واحد البابي يعني ديال البلاستيك باش ما تلصقش لينا لاطار ديالنا. ها هي باش نعمروها بالكلاصاج كيخصنا دائما نقلبو هادي هادي خصها تقلب ونديرو شي كرتونه. سمحوا لي شي كرتونه هي هادي غادي نديروها في الوسط ديال هادي هكا في الوسط اللي غادي يكون فيها الكلاصاج نقلبوها بحال هكا باش ننزلو هاد السيركل شويه. الا نزلنا شويه غادي هاديك البلاصه منزلات باش نعمروها ان شاء الله. هانتوما غادي ننزلوه بحال هكا. لا مازال باقي شاد قاصح بزاف لان مخونش ليه. غادي ننزل شويه غادي ننزلو غير على الكميه اللي غادي نديرو ان شاء الله ديال 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 سميتو. هاكا من جنب هاد الجهه اللي ما هبطات خصها تهبط وهكذا ونخليو هاد السيركل هو اللي غادي يجي عامر ان شاء الله بالكلاصاج ديالنا. ها هو الكلاصاج غادي ناخدو الكلاصاج ديالنا ها هو نديروه فوق الاثر ديالنا. شوف الطريقه ديال الكلاصاج كاينه في القناه. الكلاصاج كاينه في القناه هنا ما نكتروش بزاف هكا نحيدو بحال هاد البشره ديال الفروي ديال الفريز هنا. دائما خصو يبان لينا كثيف شويه ما يبانش لينا ترونسبارون هاكا ان شاء الله. ما نحركوهاش دروك نخليوها حتى تبرد باش تشد راسها دغيا كتشد لان فيها الجيلاتين وفيها لابيكتين. الوصفه ديالها راه عندنا في القناه ان شاء الله اللي بغا يتعلم كيفاش يدير هاد الكلاصاج. هاد الكلاصاج بالفريز او الفرومباس مطحونين مزيان كنضربوهم بديك التراب باش كنطحنو الصوبه ان شاء الله باش كيجيو زوينين. غادي نصوب الثالثة هادي هي الثالثة ان شاء الله نفس الطريقة كتشوف نفس الطريقة. هادو ملي كنخوف عليهم الكلاصاج كندخلوها البرودية شوية تبرد شوية ملي كتبرد ها هي كتكون شادة راسها هانتوما شفتوها مبقاش داك الكلاصاج كيمشي لأن بردات. كلاصاج فيه الجيلاتين وفيه البيكتين كيبقى هو اللي كيجمع لينا هادشي ان شاء الله. غادي ناخدو لاطار ديالنا الأولى نحطوها على شي غراف بحال هكا ونحطوها فوق الغراف وهنا نديمولوها ان شاء الله غير بشويه علينا غير بكل سهوله ما نديروش شي غير شويه العافيه من فضلكم. ولا الماء سخون ولا شي فول الماء سخون ها هو غنمسوها دروك تنزل فوالا. غادي نحطوها فوق الكرتون ديالنا ها هو نجيبوها في الوسط نيشان من فضلكم نجيبوها في الوسط الا كانت خرجت لشي بلاصه نردوها منها ونديروها في الوسط نيشان لان حتى داك الديكور اللي غنديرو في الجناب خصو يبان لينا مزيان. غادي ناخدو الثانيه ها هي الثانيه هي هادي متوسطه درنا الكبيره لتحت كنديرو المتوسطة فوق منها ها.
نزلوها غير بشويه عليكم تنزل ها هي. نحيد الكايت طبي دائما نحيدو كما قلنا لكم بغيو نديروها نيشان نحطوها نيشان فوق منها هكا على حسب المنظر كما بغينا ولا نديروها هكا ونخليو كيبان لينا نحطوها من الجناب بحال هكا ها هي هيا شفتوها كتبان لينا بحال بحال درجة نصوبو التالتة ونديروها حتى هي نفس الديكور مقلوبة نفس الديكور هنا كندوزو الريبون ديالنا نقدروا نديرو شوكولا ونديرو شي ديكور اخر عطى الله الافكار يعني احنا هنا هاد لانترومي ديالنا بغيها تكون كلها هاد اللون داخل فيها هاد الاحمر ودرنا هاد الريبون اللي هو احمر باش يعطينا منظر اروع انا دائما هاد الطريقه كنقوليو بها يعني لاطر ديالنا غادي نديرو ان شاء الله الشوكولا نقدروا نلوحوهم بحال هكا هكا ماشي غادي نلوحوهم كلهم قادين غادي نلوحو الصغار والكبار داكشي يجي مخلط بحال هكا غنديرو الشوكولا اشكال ديال الشوكولا نزينوها باشكال ديال الشوكولا نحطوهم غير كنحطوهم مرحبا بكم اخواني اخواتي هذه هي لاطر ديالنا اللي صوبنا لواحد البنيه صغيره اميره كعيد ميلاد ديالها ان شاء الله اللي طلبوها نتمنى لهم كل التوفيق ونتمنى لها عمر مديد وان شاء الله وهذه السيده ان شاء الله باذن الله غادي تكون ان غران شيف في المستقبل نتمنى لكم كل التوفيق والى اللقاء شكرا.